هل يجوز تزويج الفتاة وهي في سن 14 إذا كانت بالغة، وما حكم من يقول بعدم جواز ذلك؟ الفتاة يجوز تزويجها ولو كانت صغيرة، ولو لم تبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، دخل بها وهي بنت 9، فلا بأس بتزويج الصغيرة إذا جاء كفو صالح لها. وأما اللي يقول إن هذا ما يصح، هذا جاهل ما يدري. نعم.